طيب ثواني وخليه يدخل. تفضل. مساء الخير. حياك حمود، تفضل. مشكورة. وش تشرب؟ لا ولا شيء. صار لي أسبوع أفكر في المشروع. بصراحة فكرة عبقرية. يعني عجبتك الفكرة؟ جازك المشروع؟ طبعاً. طبعاً جاز لي. حلو. أجل خلنا يعني نبتدي بسرعة، وش رأيك؟ وش فكرت فيه؟ علمني. وين اختفى هذا؟ أفكارك زينة، أنا موافق. والله يبا، عجبتك الأفكار؟ إيه عجبتني. نبي روح جديدة في الشركة، ما نبي نجلس على ما كنا عليه. تبي الصدق، أنت طلعت ولد أبوك، وينك من قبل بالأفكار الحلوة هذه؟ وينك؟ تسلم يبا. يبا أنت ما تدري وش أحس، كل ما أشوف ثقتك فيني قاعدة تزيد، أتحمس واجد وأحس إني أبي أشتغل أكثر. هذا الكلام الصحيح. على العموم أنا معاك بأي شيء، المهم منك أنت لا تتردد، عرفت؟ الله يخليك لنا يبا. أبي أروح مكتب الحين أترخص. لا لا استنى شوي، استنى. حلاوة رجعتك للشركة. ما احنا في البيت الله يهداك، احنا بالشركة زين. ترخص يبا. ألو، معك هند الهامي. ريم في المكتب؟ لا 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 تحوليني عليها، بس كنت بمر عليها وقلت أسأل إذا موجود عندها أحد ولا لا. آها حمود. أجل خلاص بكلمها بعدين. حسب توقعاتك ودراستك للمشروع، إيش كثر يبينا عشان نكون جاهزين للتنفيذ؟ يعني نقدر نقول بين 3 شهور والخمسة شهور. شنو؟ فترة طويلة؟ لا أبداً، أنا أحب إن كل شيء في هالدنيا ياخذ وقته، بالعكس. بس كنت أفكر بشيء. شنو؟ كنت قاعدة أسأل نفسي يعني ليه ما نسوي هذا المشروع لحسابنا الخاص أنا وأنت، ما يكون له علاقة يعني بالشركة، وش رأيك؟ الله عليك، فكرة ممتازة. بس في شرط يا حمود، الموضوع هذا لازم يفضل بيني أنا وأنت، ما بي ولا أحد يعرف عنه. أكيد أكيد يا ريم، سرنا في بير، لا تعادي. بس ما قلتي لي من اللي بيمول المشروع؟ لا 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 تشيل هم التمويل أبدا، أنا بمول المشروع والربح بيكون 70-30. دن دن. Thank you.
الو. هلا هلا، الله يسلمك. اهلين. لا، مثل ما قلت لك من اول، الاغنيه الجديده ابغاها تكون باسمي، واذا تحب نسوي لقاء عشان الموضوع هذا ما عندي اي مانع. لا 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 طبعا. لا عاد خلنا من عناوينكم الغريبه هذه اللي تحطوها في الاعلام، ما احبها. ليش بكشف عن صوت العنا اللي يسمعك يقول مرتكب جريمه؟ صباح الخير. صباح النور. الأستاذة هند طالبتني. يلا. أستاذ حمود عندي. مشكور. شلونك يا حمود؟ وشلون خالتي؟ الحمد لله بخير. حمود، كنت أبيك بموضوع شاغلني شوي. تفضلي اسمعك. يوم اني اخترتك تشتغل معاي كنت قاعدة افكر بشخص قريب لي وثقة ويعتمد عليه. عسى بس ما بدر مني شيء يخيب ظنك. لا 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 ابد، بس الموضوع انك قاعد تشتغل في اكثر من حاجة بنفس الوقت، فيعني صرت احس انك مشغول ودايم بعيد. يعني مثلا اليوم مريت عليك المكتب أكثر من مرة وما حصلتك، وكنت أبيك بشيء مهم. الله يسامحك. بس طيب ليش ما كلمتيني على الجوال؟ قلت يمكن مشغول مع أحد وما حبيت أعطلك. لا، كنت في مكتب ريم، بغتني بشغلة. أها، مكتب ريم. وإيش الشغل اللي تشتغله مع ريم؟ في شيء مهم، يعني اشياء روتينيه عاديه. وعلى فكره هند، انا موظف عندكم بالشركه، يعني اولا واخيرا، يعني حتى لو كان الشغل من مكتب ريم. صحيح، بس الاولويه للشغل اللي انا بكلفك فيه. ما ادري هند، بس واضح ان في امور بينكم، صح؟ هند، انت بنت خالتي وعزيزه علي، بس أنا ما أقدر أتدخل بينكم، يعني صعبة. شلون يعني؟ ما فهمت. لا أنا مو قصدي، بس هند أرجوك، إذا في بينك وبين أي أحد في الشركة مشكلة لا تحطيني في النص. والله هند لا تزعلين مني، يعني قدري موقفي بليز. مشكور يا حمود، خلاص تقدر تتفضل. على اذنك. طال عمرك في موضوع بفتحه معك، أبغاك تساعديني فيه. مو وقت الحين، راسي يعورني، بينفجر بعدين. حاضر، على أمرك. يا أخي سري عند، وش فيك كذا قاعد تسوق على مهلك؟ ها أسرع. إن شاء الله إن شاء الله. يعني كل الو. هلا فارس، كيفك؟ هلا ريم، شلون تذكرتيني؟ انتم على البال يا فارس، وحنا ما نتذكر الا الناس اللي نسيناهم، وانا ما نسيتك. والله فارس، انا ما بغيت اخر مره اقول لك وش اللي قاعد افكر فيه، قلت خليك لين ما تهدى ونفسيتك تكون تحسنت. يعني الحين بعد اسبوع تقدر تستوعبني. يا ريم، تحس بين اسبوع ولا اثنين بينسوني اللي صار؟
صدقني يا فارس، الإنسان يقدر يتحكم بمشاعره. ما أقدر أنسى، والأشياء هذه مجرد أوهام نقص فيها على نفسنا. بس الإنسان إذا كان من جد يبي ينسى أحد يقدر. واضح يا ريم إن الناس أجناس وكل على طبيعته. أنا حتى لو بغيت ما رح أقدر أنسى اللي صار، بيتحول للحن أو لأغنية أو حتى حزن يكون جاثم على صدري. بس ما توقعت إن أكون أسبوع أو أسبوعين بالنسبة لك وخلاص. فارس، ليه أنت تقولني كلام أنا ما قلته ولا أبي أقوله؟ ليه تتكلم على لساني؟ مثل ما تبين، بس ما قلتي لي إيش خلاك تتصل الحين من آخر مرة تقابلنا في البحرين؟ اسمعني يا فارس، أنا عندي اقتراح وأبيك تسمعني. تفضلي قولي. نمشي؟ يلا. يا فارس، أعتقد إنه حنا الاثنين علاقتنا ممكن تثمر عن صداقة مرة كويسة. ليش ما أنت قادر تستوعب؟ الأشخاص الزينة اللي مثلك في الدنيا الواحد ما يبي يخسرها، ويبي علاقتهم تستمر مع بعض حتى لو بطريقة ثانية. تبيني بعد كل اللي صار بيننا نصير أصدقاء؟ ليش عادي، أنا أرتاح لك وحس أنه نقدر نكون أصدقاء. أنت تتكلمين من جدك؟ إيه طبعاً أتكلم من جد. يعني الناس الزينة اللي مثلك يا فارس الواحد ما يبي يخسرهم، ويحب أنه علاقته تستمر معاهم حتى لو أخذت منحة جديد أو شكل ثاني. وش فيها؟ أنت قاعدة تتكلمي على مصنع علك مش مشاعر بشر. علك؟ أنا ما ظنيت أنه هذا مستوى حوارك ولا توقعتها منك. يا أخي ليه أنت ما أنت قادر تستوعب؟ وش فيها وش فيها إذا صرنا ربع وأصدقاء؟ أنا ما استغربة من جد ليه الرجل الشرقي ما يقدر يشوف المرأة صديقة. وش المشكلة؟ وش الخلل؟ موافق يا ريم. إيش رأيك أجي أخذ عندكم قهوة بالبيت؟ مو تقولي أصدقاء؟ تتمسخر أنت؟ تبيني أتكلم جد بعد اللي قلتيه؟ أصدقاء شلون؟ الحب مثل النار يا ريم، ما يبقى منه إلا رماد، وتقولي لي صداقة؟ يا فارس، أرجع وأعيد لك مرة ثانية، المشاعر حنا نقدر نتحكم فيها متى ما حسينا أنه هي تقدر تضرنا أو ما تتلائم مع ظروفنا. الحب ما يكون ضد مصلحة الشخص أو مصلحة أهله. يا ليت تفهمني. تظني أن أنا ما تعذبت لين أخذت القرار هذا؟ يعني وش أنا حجر ما أحس؟ لا، بس أولا وأخيرا الإنسان لازم يكون عنده عقلانية وهي اللي تحكم. ريم، تصبحين على خير. أنا من جد صرت ما أقدر أفهمك. أوكي يا فارس، على راحتك، فمان الله. ألو، شلون المزيونة؟ نعسانة وفيها النوم وعندها شغل كثير بكرة، بس في واحد يزعجها كل ساعة يتصل فيها ويشوش أفكارها. يتصل عليها لأنه مشتاق، ولا ترى حتى هو مشغول، بس الأولويات عنده تختلف. والله؟ وش هي أولوياته؟ إنه يكلمها، هذا أول وأهم شيء عنده. شو صار معك؟ يا ستي مشينا على نصيحتك، وبشرك والد مستانس وطاير من الفرحة، صار يشوفني أبو الهول إلى درجة أنها أعطاني شوكولاتة، بس طبعا ما أكلتها، قررت أن أحتفظ فيها لك لأنك أنت اللي استحقينها أصلا. أوه، وش هالتطورات هذه؟ خلاص أجل، دام كذا لازم ندخل في مشروع مع بعض.
يا الله ما أصدق، وش هالرضا اللي قاعد يجيني من كل مكان فجأة؟ وش الحظ يا ربي؟ مدى الدنيا قاعد تضحك لي ولا وش السالفة؟ لأنك يا حلو من صرت تهتم وتفكر بالدنيا صارت الدنيا تضحك لك، بس هذا كل السالفة. ليش أنت ما تؤمنين بالحظ؟ يعني مو كثير، تعرف أنا من وجهة نظري أن الواحد هو اللي يصنع حظ بيده. شفتي؟ هنا أنا وأنت نختلف، لأن أوقات الواحد يبذل كل جهد اللي عنده بس الحظ ما يساعده. ومتى إن شاء الله حضرتك بذلت مجهود وما توفقت بسبة الحظ؟ وليش أروح بعيد؟ هذا أنا قاعد أبذل كل مجهود عندي مع بنتها الحلال وهي ولا جايبة خبري. والله وين إن شاء الله الحظ اللي بيغير طريقك معي وانت متزوج ثنتين وتحب الثالثة؟ يا الله يعني اللي تذكريني. أوكي والحل يا ليلى، هذه السعودية، وش أسوي لك؟ بس أنا ما بقدر أعيش هيك بنايف، ما في لا مول لا أظهر لا روح لا أجي لا أشتري أغراض، مش معقول. وش تبي تسوين يعني؟ تطلعين في الشارع وتفحطين بالسيارة؟ ها؟ أنا ما كذبت عليك، أنا قلت لك السعودية ما هي بلاس فيغاس، الحياة ماشية عندنا كذا، هذا نمط الحياة، إيش تبين أسوي لك يعني؟ بدنا نلاقي حل. حل في السعودية ما في، انسي. مش هيدا قصدي، قصدي نلاقي حل لمشكلتي أنا. شو رأيك نروح نعيش بدبي؟ الظاهر إنك ما عرفتي أبو نايف عدل. أنا أبو نايف يا ليلى، المكان هذا أنا ولدت فيه، ولا أطلع منه إلا للقبر. أنا لو طلعت بس برا أسبوع ولا أسبوعين أحس إني بختنق. تبيني هالمرة أروح أعيش في دبي؟ أنا ما بدل الدمام ولا بسويسرا. إيش قلتي بس؟ أنت والدمام يا أبو نايف على راسي من فوق، بس أنا اختنقت، خلينا نعيش بدبي. كلمة هواني نثنيها، يا أنا يا دبي. أبو نايف ليش دايما معصب؟ خلينا نناقش الموضوع. لا مو أبو نايف هو اللي يعصب، أعصابه فريزر أبو نايف. في عارف ليش حاطت راسك براسي؟ قلت لي بطلي غنى، بطلنا الغنى. هلا عم قلك دبي، ما بدك دبي. طب ليش؟ إنه دبي ضرتك؟ بعدين أنت مش أعصابك فريزر، أنت بدك فريزر ليعرف يتعامل معك. أشوف ما قمت أعجب يا ليلى. مش هيك، بس صاير كتير دكتاتوري بأخذ القرارات. ها؟ دكتاتور؟ الرجال إذا ما كان سيد وصاحب كلمة في بيته مو هو برجال. شو هالمنطق هيدا؟ طيب أنا عندي حل، شو رأيك أنا بروح بعيش بدبي وأنت كل فترة والتانية بتجي لعندي؟ يا طفل الأنوار أقول قوم بس لا يكثر، أنت يا نايم يا مسافر مالك حل. وأنت يعني تبيني أقوم وش أسوي؟ أجاب الوجهك إيش تبي يخلص؟ صار على موضوع شغلي، كلمتها؟ لا ما كلمتها، ما لقيت فرصة. وأنا كل ما كلمتك قلت لي مو لاقي فرصة.
لا يا أخي ما كلمتها لأني أنتظر الفرصة المناسبة، لأنها متنرفزة ومو رايقة، لازم أنتظر المعزبة البرنسيسة ريم مزاجها يكون رايق، أقول لها لو سمحتي عندي أخويا بيها وظفة عندكم، تقول لي ما عليه جيبه يا منصور وأنا بوظف لك إياه، بس إذا كلمتها وهي متنرفزة راح تسكر الموضوع ما بقدر أكلمها مرة ثانية، فهمت؟ الله يا حمود عشت وشفتك والله تجيب شغلك للبيت زين والله هند سوت فيك خير يا إما هذا المشروع أو اللي بيطلعنا على وجه الدنيا والله يا ولادي من تقول بيطلعنا على وجه الدنيا قلبي يطيح وارتاح بس هالمرة أنا مطمنة لأنك تشتغل مع هند وهند وجهها كله خير وبركة ايه وجهين يقطع الرزق ويه محشوم بسم الله عليك حبيبي مش في كل ما تشوفيني تهزئيني أنا ما هزأتك يا بوي أنا بس أطمن عليك مو أكثر يما رايحي نفسك أحوالي زينة الحمد لله ما فيني إلا العافية إن شاء الله أنا طالع أكمل شغلي فوق أحسن زين على مهلك طيب يلا على ذنك على ذنك على ذنك صباح الخير صباح الخير منصور علمني أمس تقول في عندك موضوع تبي تكلمني فيه هات السالفة أخوي توه تخرج ومحتاج وظيفة يعني إذا تبغون سايق جديد أخوي موجود وش شهادة أخوك؟ محاسبة طال عمرك ليه تبي يشتغل سواك؟ حرام لازم يشتغل بشهادته خلي يجيب الأوراق ويمر علي بالشركة ولا من دون يمر علي يروح يشون الموظفين أنا بعطيهم خبر كثر الله خير إيش طال عمرك ألو هلا والله صباح النور خير في شيء طيب 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 لا 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 جيت أمرك أوكي أوكي خير حمود في شيء؟ لا شغل شغل ما في شيء طيب قعد قعد أصبر كمل فطورك يلا باي حمود يا رب يا رب قوي صبري على هالولد بعد ساعة عندي مشوار ضروري تكون جاهز هنا عند الباب حاضر طال عمرك بس أستاذة مشاعل تبيني أوديها السوق أعتذر لها إيش في هذه ما تشبع من السوق لا تعتذر لها ولا شيء ودها وخليك مركز ومصحصح مثل ما وصيتك مفهوم ابشري طال عمرك حاضر نايف أنا مو مرتاحة من اللي قاعد يصير بين ليه مو مرتاحة وش اللي مكدرك ما أدري بس أحس كل يوم قاعد أتعلق فيك أكثر من اليوم اللي قبل ما يصير غلط يعني أنت زوج صديقتي أنا مو خاينة مين اللي قال إنك خاينة؟ أنا أحس كذا صرت ما أقدر أتكلم معها أتلعثم وتخربط نايف أنا مو مرتاحة خلاص نتزوج وش اللي نتزوج؟ وانت على طول أي حل عندك حق أي مشكلة الزواج؟ طب وش الحل برأيك؟ نترك بعض مستحيل مستحيل نترك بعض انت قاعد تحلمين نتزوج يعني نتزوج يا غادة وش اللي نتزوج انا عرفتك انت بس كلام وقت الجد ما راح تسوي اي شيء بعدين انا نايف انا ما اقدر اتزوجك انت زوج صديقتي وفوق هذا زوجك الثاني حامل طيب وش تبيني اسوي
بس كذا بس كلام، وقت الجد ما تسوي شيء. طب انت قولي لي وبتشوفيني اذا بسوي ولا لا. منصور ايش فيك؟ شكلك مو طبيعي. لا طال عمرك ما فيني شيء، بس شوي تعبان. امانه في شيء صاير؟ انا متاكده ان ريم مو مسويت لك شيء او مزعلتك في شيء. لا مو مزعلتني، بس هالإنسان انا ماني قادر افهمها، ماني عارف شلون افهمها. طلبت منها ان تعين اخوي في الشركه. رفضت؟ خلاص انا عينة. يا ريت انها رفضت، وافقت على طول وقالت بوظف اخوك بنفس تخصصه بالشهاده اللي معاه. انزين وين المشكله؟ مو عجبتك الوظيفه يعني؟ ماني عارف شو اقول، ما ادري تبي تخرب علاقتي ويا اخوي ولا تبي تخلق مشكله بيني وبين اخوي، ماني قادر افهم. المشكله مو فيك، المشكله فيها. وبعدين لا تكبر الموضوع، اكيد نسيت ان انت عندك شهاده جامعيه ولا دارس. بس خلتني اشك بنفسي يوم طلبت انها توظفني، قالت لي تشتغل سايق ومع انها عارفه ان انا معي شهاده جامعيه. ويوم جيت اقول لها على اخوي واختصر الطريق واقول لها شغلي سايق، قالت لي خلاص هبوظفه وبتخصصه بالشهاده اللي معه. هذول عيال عز، وين يفكرون فينا وفي مشاعرنا؟ المهم ان اخوك توظف، واذا مو عجبتك الوظيفه خلاص قدم استقالتك وتوظف عندي مثل ما وعدتك. غاده بشنو قاعده تفكرين؟ بس القهوه قولي لي. قاعده افكر باقتراحك. موافقه نتزوج؟ يا ربي غادة انطقي، ترى بتطلع روحي موافقة ولا لا؟ نايف وغادة؟ ايه موافقة، بس بس شنو؟ نتزوج مسيار. غادة انت ايش قاعدة تقولين؟ انت تظل لو تقدمت لي اهلي بوافقوا؟ بعد قاعد تفكر، انا المفروض اني اتردد واستنكر لما تقول لي نتزوج مسيار مو انت. طيب انا مو فاهم الحين ليش ما نتزوج رسمي؟ هذا بعد لسه ما كملت كلامي. اذا بوافق اني اتزوجك مسيار عندي شروط. يا الله انا ليش ما واجهتهم؟ ليش؟ يلا ارجعي ادخلي. هذا اللي عندي يا نايف، فكر بالموضوع وكلمني. غادة لحظة، انت قطيت السالفة وبتروحين؟ خلينا نتناقش في الشروط، ترى الشروط اللي انت حطيتيها صعبة ومستحيلة. انا لو ما تكلمت الحين متى راح اتكلم؟ متى؟ يلا خلي شخصيتك قوية ادخلي. هذه مو شروط يا نايف، هذا اللي لازم يصير. وانا اعرفك وقت الجد تختفي، ما تقدر تحسم شيء. خلينا نحسم الموضوع دام احنا على البر. بس يا غادة اللي قاعد تقولينه انت ما ادري شلون صاير. انا اللي استاهل هذه نتيجة طيبتي الزايدة. الكل طمعان فيني، حتى صديقتي أعز صديقة عندي. يا الله يا الدنيا. هذا اللي عندي يا نايف، خذ وقتك وفكر ورد علي. ولو الموضوع ما جاز لك إيه؟ بكون مرة حزينة إن تركنا بعض. مساك الله بالخير طويل العمر. هلا، مساك الله بالخير. تفضل تفضل استريح اقعد. حاضر على امرك. ابى اروح عند الوالد المكتبه، اذا جت مكالمه ضروريه حوليها عليه، ما بطول. طيب اوكي، الفاكس ده لسه وصل، حضرتك تحبي تشوفيه ولا اجله لغايه حضرتك ما ترجعي؟ مو وقته، خليه هناك بشوفه بعدين. اوكي اوكي. هلا 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 والله، هلا بالريم. هلا حمود. دورين علي صح؟ لا والله كنت رايحه عند الوالد. ايه
قلت معاك. طيب فنجان قهوة على السريع؟ لا مو الحين، مو فاضي، أخليها مرة ثانية. أوكي. تستاهل يا منصور، تستاهل. المبلغ هذا من طويل العمر. يقول لك أنت، لك أنت لحالك. يقول لا تنسى اللي وصاك عليه، ها؟ لا عاد. تعمر أمر أنت وطويل العمر. منصور؟ وش اللي جابك هنا؟ وأنت يا صالح؟ هالمبلغ حق إيش؟ في الحقيقة بصراحة طال عمرك القصة وما فيها منصور ما قصر، سوى لي بعض المشاويرات وخلص لي بعض الأمور، حطيتها المكافأة البسيطة هذه له مني أنا بس. إيه ما يخالف، منصور شاطر وشغيل يستاهل. وش هرمنا؟ رد على تليفونك يا منصور. هذا للبيت طال عمرك. إيه صالح الوالد عنده أحد؟ لا طال عمرك، الحالة تفضلي. اوكي. الحمد لله، الحمد لله اللي مشيت عليها السالفة. اقول لي يرحم والديك، توكل على الله. رح رح رح. الو منصور، وينك منصور؟ بقلك 50 مره لا ترد على التليفون. اوكي منصور، بليز بدي اياك تجي تاخذني على المول. بدي اروح على المول منصور، اذا بتريد تفضل تاخذني وما تتاخر، انا مسافره الليله. يس ثانك يو، باي. في مطعم في البحرين جميل قوي وحب اعزمك عليه. تدرين لو عرفت ان لك ايد في الموضوع، سواء من قريب ولا من بعيد، بتشوفين مني شيء عمرك في حياتك كلها ما شفتيه. مطعم جميل وبعتوا لي منه صور حلوه جدا. اسمعني كويس، تجيني الآن، لا تخلي كل اللي عندك وتجيني على طول، ويانا وياك، منصور يدري، ها؟ اي، الحين يلا. هين يا منصور، طالت وشمخت، ما عاد إلا أنت تتآمر علي. منصور بليز، قبل المغرب بدك تمرق توصلني على المطار، ما تتأخر. أكيد تامرين. مش تنسى وما ترد علي على السيلولار. حاضر، قبل المغرب بنص ساعة بكون عندك. وش عندك؟ ماسك كشتك خايف عليها تطير؟ قاعد لحالك، وش فيه؟ ما في شيء. كيف ما في شيء؟ الأسبوع الجاي عيد ميلادي. والله؟
كل عام وانت بخير. وليه قاعد تقولها كذا من غير نفس؟ تعبت نفسك. شلون اقولها؟ كل عام وانت بخير. يا ثقيل دمك، صدق ثقيل الدم. وش فيك؟ ريم انت اللي وش فيك؟ ترى زعجتيني بغير تسألين كل شوي. ارحميني، مو شرط تعرفين كل شيء، مو شرط. غريبة. لا والله انا اللي غريبة الحين، ها؟ ومو شرط اعرف كل شيء. يوم تطيح ريم وريم. حاضر ماشي، ولا اقول لك الشرها مو عليك، الشرها علي انا اللي متعبة نفسي واسأل عنك. ولا اقول بالطقاق اللي طقك يا شين النفس اللي عليك يا ابو كشة. خير، وش عندك؟